اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. في الفقره ديت معانا ضيف مميز جدا، المفاجاه محضرينها لحضراتكم النهارده. ضيفنا في الحلقه ديت من برنامج المحترف واحد من ابرز مدربي حراس المرمى اليونانيين، ديمتري موسياريس. ده مدرب حراس مرمى باوك اليوناني السابق، وكان يعني عنده تاريخ طويل جدا جدا في يمكن تدريب حراس المرمى على مستوى عالي جدا رغم صغر سنه، ويمكن بداياته كمان البروفيشنال كمدرب حراس مرمى على مستوى البروفيشنال كان يمكن عمره لا يتعدى ال 26 سنه. النهارده بيشرفنا في قناه النادي الاهلي، هنتكلم معاه على حراس المرمى، نتكلم على اليورو 2020 ايه اللي شايفه، وقد ايه مركز حراسه المرمى في تطور كبير جدا جدا في مستوى بدايه الهجمه، في مستوى حراس الكبار جدا، نتناقش معاه في هذا المواضيع. ديمتري بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي، منورنا ومشرفنا. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا كابتن هاني، فهو من دواعي سروري ان اكون معكم. مشرفنا طبعا في قناه النادي الاهلي اللي احنا بنغطي بطوله مهمه جدا هي بطوله اليورو 2020. ازاي تابعت هذه البطوله لغايه دلوقتي على المستوى الفني لمنتخبات اليورو 2020؟ I think it's very very interesting. أنها بطولة هامة جدا ومثيرة، هامة جدا حتى الآن. مباريات ممتعة، لم نرى مفاجآت كبيرة حتى الآن. رأينا فقط الفرق التقليدية تقدم أداء مميز، وستكون مثيرة للاهتمام في النهاية. يعني هل تعتقد من خلال، طبعا يمكن كنت بكلمك قبل ما نخش الهواء، المفاجآت اللي بتحصل في اليورو ومسابقة اليورو، يمكن على مستوى اليونان كان في مفاجأة كبيرة في 2004 وفوز اليونان بهذه البطولة الكبيرة، ويمكن كان من دواعي سروري ان كان مدرب طبعا المنتخب اليوناني، طبعا مدرب الألماني الكبير اللي حقق معجزة، انت قلت لي دي معجزة. هل في وجهة نظرك اليورو 2020 ممكن في مفاجأة تحصل، وإن اللقب يروح لبعض الفرق يمكن اللي خارج الحسابات أو خارج الصف الأول من المنتخبات العالمية أو المنتخبات الأوروبية؟ I don't see, to be honest, لا أعتقد هذا like بكل صراحة أن أرى مفاجآت مثل هذه، فهي من أكبر المفاجآت التي حدثت. فأعتقد أتذكر حتى الآن هذه اللحظة التاريخية، لم نكن مصدقين لما حدث، كان شيء مذهل في هذه، وكانت لحظة مذهلة، ولا أعتقد أن مثل هذه المفاجآت قد تحدث. شيء جيد أن يكون هناك مفاجآت في كرة القدم. طيب على مستوى متابعتك للبطولة لغاية دلوقتي بالنسبة لحراس المرمى، احنا شايفين يمكن دونا روما الحارس المرمى منتخب إيطاليا بيقدم بشكل أكتر من رائع مع المنتخب الإيطالي بشكل عام. رؤيتك لغاية دلوقتي، يعني احنا لسه ما دخلناش في الأدوار القوية دور ال 16 والنوك أوت، لكن رأيك في مستوى حراس المرمى في البطولة لغاية دلوقتي؟ أعتقد أن المستوى عالي إلى حد كبير. أنت على حق فيما يتعلق بحارس مرمى إيطاليا، فهو حارس مرمى جيد جدا وعلى مستوى عالي ولديه مستقبل باهر أمامه، ولكن ليس فقط الموضوع متعلق بحارس المرمى، الموضوع متعلق بالفريق ككل، فهم لا يضعون في الاعتبار فقط الأهداف وحارس المرمى، هو أداء الفريق بشكل عام وأداء حراس المرمى. وأنا متشوق لأرى المباريات الأخرى، فأعتقد أن سيكون هناك أداء أعلى في كل مرة، وسنرى من سيقدم الأداء الأعلى فيما يتعلق بحراس المرمى. أكيد من خلال خبرتك يعني كمدرب حراس مرمى على أعلى مستوى، دربت حراس كبير شاركوا في الشامبيونز ليج، في اليوروبا ليج، شايفين على مستوى التطور الفني لبعض اللاعبين كمان في تطور بالنسبة لحراس المرمى على الشكل التكتيكي دلوقتي، يمكن بنشوف حراس المرمى بقوا جزء أصيل من تكتيك المدرب في بناء الهجمات، في ده ما كانش يمكن في الألفية اللي فاتت موجود. يعني شايف ده ازاي، وشايف مين من الحراس الموجودين دلوقتي في يورو 2020 في هذه الصفات؟ يعني أعتقد أن دور حارس المرمى في السنوات الماضية أصبح أكثر أهمية، في كل عام يصبح أكثر أهمية، ونرى هذا في الخطط التي يضعها المدرب،
وكيف يستغل المدرب حارس المرمى في وضع الخطط وأيضا التكتيكات، فهو جزء هام جدا من اللعبة، ومعظم الفرق تستخدم حارس المرمى وكأنه واحد من الفريق الذي يمارس اللعبة معهم، ونرى هذا جيدا. ليست كل الفرق تستخدم حارس المرمى في كل المباريات، ولكني أرى ذلك كثيرا في الحقيقة. فكما قلت هناك أداء رائع لبعض حراس المرمى. أحب حارس مرمى ألمانيا وأيضا حارس مرمى المجر، فهو جيد للغاية، أدى موسم رائع وتابعته خلال السنوات الماضية، العامين الماضيين تحديدا، ولكن للأسف فريقه ليس بالقوة الكافية. أنا أيضا أود أن أرى حارس مرمى فرنسا، لأن فرنسا من الفرق المميزة في هذه البطولة، وأيضا أأمل أن أرى أداءه في المباريات القادمة، لأنه أحيانا يقع في بعض الأخطاء وأداءه يكون عالي في مباريات ومنخفض في مباريات أخرى، ولكن في جميع الأحوال حارس المرمى دوره هام، وكل فريق يحاول أن يحرز على اللقب. جميل، من خلالك كمان يمكن عندنا فاصل، لكن يعني بعد الفاصل هرجع أعرف إجابتك على السؤال. أنت طبعا مدرب موجود في الدوري المصري، بتدرب عبد المنصف، اللي يمكن ظهر خلال المواسم اللي فاتت بشكل أكتر من رائع. عايزين برضو تكلمنا عن يعني تطوير اللاعب المصري وخاصة حراسة المرمى، شفته إزاي من خلال عبد المنصف في الموسم اللي فات؟ سؤال مهم جدا بنربط بيه الكرة العالمية ومستوى الحراس على مستوى العالمي ببعض الحراس اللي عندنا. يمكن عبد المنصف ظهر بشكل جيد جدا، عايزين نشوف مع طبعا ديمتري هل يعني اللعيب المصري عنده قابلية وخاصة حراس المرمى للتطور السريع في أداء وتكتيك حراس المرمى على مستوى العالم. هنعرف ده بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب كمان بضيفي ديمتري، طبعا المدرب السابق لباوك سالونيكا اليوناني والمدرب الحالي طبعا لفريق وادي دجله. قبل الفاصل كنت بسالك على التطوير خاصه حراسه المرمى والتطور اللي حدث خلال يمكن ال 20 سنه او ال 10 سنين اللي فاتوا، واللي ظهر على عبد المنصف من خلال وجودك معاه يمكن 3 سنين اللي فاتوا، دور المدرب حراس المرمى في تطوير أداء حارس المرمى بالأسلوب العلمي والأسلوب اللي يتناسب حتى دلوقتي مع الكرة الحديثة أو مع الكرة الأوروبية. التطور ده حسيت عبد المنصف استقبل ده بسهولة، أو يعني كان في مجهود كبير عشان يوصل لما وصل له من خلال حتى بداية الهجمات، استخدامه لرجليه بشكل أكتر من رائع، شفت ده إزاي؟ Yeah, it's a very good question. أعتقد أن هذا سؤال هام جدا. بالنسبة لي فأنا متعود أن أدرب حراس مرمى قريبين من عمري أو في شبه عمري يعني، وأن أدرب حارس مرمى أكبر مني سنا بنسبة بسيطة، فكان هذا تحدي كبير بالنسبة لي، وكان علي أن أرى كيف يمكن أن أساعده وأن أطور من أدائه. ومنصف كان له يعني مستقبل كبير وأحرز بطولات كبيرة. الشيء الأهم والنقطة الأهم أنه كان منفتح على التغيير، هذه كانت أهم نقطة. إن لم يكن مستعد لإحداث التغيير فلا يمكن لي أن أقول أي شيء. يكون عنده استعداد لتطوير أدائه، وده مهم جدا يعني.
Exactly. Despite his big career, بالرغم من أن كان له فهو له دور هام جدا وهو نجم كبير ولكن كانت لديه القابلية وهو منفتح على التغيير وبعد ذلك كل شيء كان سهل العمل معه ومع هذا الفريق ولعبنا كثيرا وطورنا من الأداء كثيرا وحاولنا أن نصنع منه أكثر من حارس مرمى وأعتقد أن لديه هذا الأداء فهو يعتبر أكبر حارس مرمى ولكن أعتقد أنه اقترب من المقاييس الأوروبية أعتقد أكيد أنت تعرف ولعبت في أوروبا تطور عبد المنصف كمان على زي ما أنت بتقول على مستوى أدائه برجله ده كان مهم جدا على مستوى البوزيشن اللي بياخده على مستوى الهدوء يعني بيجي له وبيطلع الكره بشكل اكتر من رائع وده بيتناسب مع اكيد خطه المدرب العامة للفريق فبقى حارس المرمى بقى جزء اصيل في بناء خطه المدرب بشكل كبير جدا يعني بالتأكيد أنا أتفق معك تماما ونحن نتحدث كثيرا فيما بيننا حول الثقة ثقة اللاعبين بأنفسهم فعندما يبدأ أو تنطلق صافرة البداية عندما يعلم اللاعب ما الذي عليه أن يفعله دون أن يقابل الكثير من المفاجآت أو التغييرات الكثيرة فأعتقد عندما يعلم أو يعرف ما الذي عليه أن يقوم به فسيشعر بالثقة بالنفس الأداء سيكون أفضل بالتأكيد ولديه أيضا الخبرة الكبيرة والتوتر لن يكون هناك أي توتر هنخش تاني في يعني في اليورو 2020 برضو من خلال حراس المرمى السؤال بس ليك هل أنت بتؤمن بلغة الأرقام والإحصائيات وبتعكس هذه الأرقام والإحصائيات على تقييمك لحراس المرمى ولا أنت شايف لك تقييم معين من حسب رؤيتك الخاصة I look the statistics always. أنا دائما ما أنظر على الإحصائيات لا أعتمد عليها بنسبة 100% ولا أعتمد فقط على الإحصائيات ولكن الإحصائيات والأرقام هامة جدا في كرة طيب القدم تعال أنا وإنت نشوف إحصائيات حراس المرمى لغاية دلوقتي في اليورو 2020 ومن خلال رؤيتك كمدرب حراس مرمى على مستوى عادي ممكن ناخد من الأرقام والإحصائيات إيه طبعا للفترات اللي جاية معنا طبعا على مستوى المنتخب الإيطالي عندنا دونا روما ده إيطاليا عدد المباريات 3 عدد الأهداف 0 بيكفورد طبعا إنجلترا مباراتين بدون أهداف وأولسن ده السويد نفس يعني عدد الأهداف 0 وعدد مباراتين هل دوت الأرقام دي بتدل خلاص إن المدرب الحراس المرمى هيمشي على نفس النهج بالنسبة للمباريات اللي فاتت أو الأرقام ما بتدلش دلالة كاملة على أداء حارس المرمى ممكن يكون الأداء الدفاعي للفريق كله كان هايل جدا وبالتالي ما فيش فرص أو يعني هجمات حقيقية نقدر نقيم بها حارس المرمى هذه الأرقام تظهر مستوى حارس المرمى ولكن أيضا تظهر أيضا الأسلوب الدفاعي للفريق فعلى سبيل المثال إيطاليا قوية جدا في خطوط الدفاع لديها وأعتقد أنهم يقومون بعمل رائع مع الكوتش مانسيني وقام بعمل رائع في الحقيقة فليس الموضوع متعلق فقط بحارس المرمى علينا أيضا أن نرى كافة اللاعبين وخطط أعتقد أن فرناندو ساندوس وهو يدرب البرتغال الآن عمل مع باوك لمدة 3 سنوات عندما كنت في الفريق الثاني فكان يدرب الفريق الأول وكنت أتابعه دائما وأتعاون معه وأنا تابعت كافة المباريات وكانت لديه تقنيات دفاعية وخطط دفاعية وكنا عندما ذهبنا إلى المباراة كنا نعلم أننا لن تصل إلينا الكرة وكانت له خطط وكانت له أسلوبه كان له أسلوبه في اللعب بمناسبة طبعا سانتوس ويمكن أنت اشتغلت معاه من خلال وجوده في باوك لمدة 3 سنوات أداؤه إيه وخاصة في أمام المباراة أمام منتخب ألمانيا منتخب طبعا الألماني فاز 4-2 رؤيتك إيه للمباراة دي وخاصة رؤية خاصة جدا لكريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو بيحطم أرقام كويسة على مستوى كبير جدا ويمكن الهدف الأول أمام المنتخب الألماني بيدل أن كريستيانو رونالدو ظاهرة وصعب جدا تتكرر من حيث القوة الانفجارية من حيث السبرينت
من حيث التعامل مع الكره بشكل اكثر من رائع في جميع المواقف يعني. أنا أتفق معك تماما كما قلت. أعتقد أن من أفضل اللاعبين في العالم فرناندو ساندوس هو مدرب رائع أيضا فيما يتعلق بالتكتيكات والتعامل مع الشخصيات المختلفة. هو منظم جدا أيضا. يمكن يمكن الهدف دوت يمكن من الملاحظ أن كريستيانو رونالدو هو اللي لعب الكرة بدماغه، وكريستيانو زي ما شايفين في الشاشة قطع السبرينت مسافة 57 متر، ده كريستيانو رونالدو في سن 36 سنة، مع كمان شايفين يعني جوتا طبعا ده لعيب مميز جدا طبعا لاعب ليفربول، والجري في المساحة الفاضية وان كمان الكرة اتلعبت له بشكل، لكن على كريستيانو رونالدو هذا اللاعب في سن 36 سنة بيعمل سبرينت لمدة يعني تقريبا مسافة 60 متر اعتقد في اقل من 6 ثواني او 7 ثواني، ده شيء يحسب له يعني. أنا أتفق معك تماما كما قلت، هذا يظهر قدراته البدنية وأيضا أنه درب بالقدر الكافي، وأيضا يظهر عقليته وطريقة تدبره للتكتيكات الذي يستخدمها وكيف يمكن له أن يفكر كيف يذهب إلى المرمى، ولهذا هو وصل إلى هذا المستوى. طبعا يعني جون يمكن بيبين قدرات رونالدو، بيبين قدرات هذا اللاعب الاسطوري. من وجهه نظرك الاخيره اخر سؤال، بنتكلم على توقعاتك، دايما بنتوقع المربع الذهبي، تتوقع مين في المربع الذهبي لليورو 2020؟ Who will reach the golden square, the final? I mean the team. Which team you going to be in the semi-final? Four teams. Yes. I see the أعتقد أن الفرق من الفرق القوية ألمانيا ستكون هناك في المربع الذهبي. حتى الآن هناك خيبة أمل لإسبانيا. لا أعتقد أنهم سيصلون إلى النهائي. فرنسا أعتقد قطعوا شوطا كبيرا في البطولة وهم أقوياء. وأعتقد أيضا إيطاليا لسنوات طويلة لم يصلوا ولم يحرزوا نجاحات، ولكن أعتقد أنهم الآن أقوياء ويمكن أن يصلوا. فأنا أؤمن بهؤلاء الفرق الثلاث، هم أقوى فرق بالنسبة لي. ممكن برضه أضيف يمكن الفريق الإنجليزي كمان ممكن يكون موجود في المربع الذهبي نتيجة عدد لعيبة كثيرة جدا على المستوى الكبير. ديمتري طبعا بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله هيكون لينا لقاءات أخرى كمان لتغطية يورو 2020 من خلال مدرب كبير جدا على مستوى حراس المرمى. بنشكرك شكرا جزيلا. أشكركم شكرا جزيلا، فكان شرفي أن أكون معكم. دي نهاية فقرتنا الحوارية مع طبعا ديمتري مدرب حراس المرمى لباوك السابق والحالي لوادي دجلة.